بوجناتك خارت عقل وقلبي، عيني بوجناتك خارت عقل وقلبي. أحبتي كل عام وأنتم بألف خير، سعادتنا أن نلتقيكم في مواسم البهجة لنقول فرحكم دائم هناؤكم أزلي. بمناسبة حلول العيد المبارك صرنا أن نستضيف فنانين راح يقدمون نفسهم. فنان صلاح عبد الغفور، الشاعر الغنائي كاظم السعدي، الملحن الفنان جعفر الخفاف، الفنانة سيتها غوغان، الفنان محمد حسين عبد الرحيم، مقدمة البرنامج نهلة، الشاعر كريم العراقي، والفنان رضا الخياط. هذه الأغنية طلبها الصديق قاسم حبيب ويهديها إلى منى هناء فليحة ضياء خليل مع الود. الصديقات أم نعمان وأم سمير طلبا هذه الأغنية أيضا ويهديانها إلى حكمة هدية حنان حربية وأرجنتين مع التحيات. طلبها أيضا سرمد، هذه رسالة مشتركة الحقيقة من سرمد وعبير وفيروز، يهدون الأغنية مع باقات ورد وحب ومودة إلى محمد وعمر رنا غزوان أريج سها مها ضياء في بهرز مع التحيات. تفضل أستاذ محمد. طلبتها أم ميسون من حي البلديات وتهديها إلى أبو ميسون وإلى حنين وميسون وإلى جميع الأهل والأصدقاء. الأغنية مهداة من أم سعد وتهديها إلى زوجها أبو سعد في البصرة وإلى أم عروبة وإلى جميع الأخوات أميرة وأبو سلمان وإلى أبو حسين وإلى الأخوات كريمة وإيمان. المشاهدة منى كاظم من محافظة النجف تهدي الأغنية إلى الوالد والوالدة وإلى جميع الأهل والأصدقاء مع التحيات. تفضلي ست سيتا. العفو، قبل لا أبدي أحب أسألك فت سؤال أستاذ محمد. لو سألنا من هو أفضل ممثل كوميدي في العراق شو تقول؟ أفضل ممثل كوميدي؟ كل الممثلين الكوميديين في العراق؟ لا، بس أفضل واحد بيهم. كلهم أفضلهم، يعني خصص واحد. لا، كلهم أفضلهم بدون تخصيص. ليش تفضلهم كلهم؟ أحبهم. لا، يعني شنو قصدي؟ يعني أنه كليتهم يمثلون بنفس المقدرة وبنفس الأدوار؟ لا طبعا مو بنفس المقدرة، وإنما لكل إنسان إلى يعني الطابع المميز وإلى جمهوره. لكن بالنسبة إلي، وهذا طبعا مو تهربا من الإحراج، وهذا طبعا مو تهربا من الإحراج، وهذا طبعا مو تهربا من الإحراج، أحبهم كلهم وأفضلهم كلهم. مجموعة من مقاتلين الأبطال في قاطع شرقي البصرة، طبعا لهم تحيات خاصة من صميم قلوبنا لجميع المقاتلين على الجبهة الشرقية. المقاتل بهلول ثعبان، المقاتل مظهر طه، المقاتل كريم حسن، جابر حميد، حسن علي، صلاح مهدي، ضايف جدح، ألبرت يؤيل، جميع المقاتلين هذولا يهدون الأغنية إلى الأهل والأقارب مع أجمل التحيات. الصديق أمين داود محمد من قضاء الحضر أو الخضر، أعتقد الخضر، يهدي الأغنية إلى جميع الأصدقاء مع الأشواق. من مستشفى التأميم الجمهوري المشاهدة ألماز إبراهيم تهدي الأغنية إلى الأخوات سعاد، أمل، زينب وجميع العاملات في مستشفى الجمهوري في التأميم. تفضل أستاذ صلاح. طبعا طلب الأغنية الأخ عصام من محافظة نينوى ويهديها إلى الأخ ماهر وإلى نوفل وإلى سناء وأفراح وإيمان وإلى كافة الأهل. لجوار من محافظة هوك طلبت الأغنية وتهديها إلى الأصدقاء وجميع العاملين في البرنامج. علي حسين ظاهر من محافظة بابل ناحية الإسكندرية يهدي الأغنية إلى الوالد والوالدة والأخوة طالع وعدنان ومحمد وعمار وإلى سناء وسندس وفاطمة مع الأمنيات الحلوة. داليدا. سلمى يا سلامة، رحنا وجينا بالسلامة. Carlos Paladín, pour lui, c'est le cas.
طلبها الصديق علي محمد الصغير ويهديها إلى كل المقاتلين على خطوط النار، أيضا يهديها إلى كل الأقرباء والأحبة. طلبها أيضا الصديق رعد إبراهيم ويهديها إلى أبو ليث وأبو عباس ورمضان وإلى الأخت أم ليث مع التحيات. يكمل الأستاذ رضا الخياط. طلبها المشاهد محمد عبد الحسين من محافظة بابل، يدل أغنية للوالدين وللأخ المقاتل الكريم وإلى قحطان علي وسالم وطاهر وإلى حازم مع الأمنيات الحلوة. المشاهد عادل إبراهيم إسماعيل يهدي الأغنية إلى رحيم وإلى علي حسين مع التمنيات. طلبتها أزهار جبار تهدي الأغنية من محافظة التأميم إلى الوالدين وللمقاتل خير الدين ناجي وإلى جميع المقاتلين. الصديق عبد المحسن يهدي الأغنية إلى الأخ محمد وإلى الأهل والأحبة مع باقة ورد. ويسألون هنا عن عنوان الفنان. عنوان الفنان رضا الخياط للإذاعة والتلفزيون الصالحية قسم الموسيقى. طلبتها فيان يونس تهدي الأغنية إلى الصديق أناس وإلى نشتمان وإلى سلر وإلى شيرين وإلى طالبات ثانوية الخنساء مع التحيات. من الكوفة الثقة تاج تهدي الأغنية إلى الأهل والأحبة مع الشكر لما كتبته للبرنامج. يمامة جبوري تهدي الأغنية إلى الأخوة والأخوات وإلى جميع الأهل والأحبة. الأغنية مهدات من الصديقة المخلصة وفاء إلى العزيزة نظيرة، متمنية لها التوفيق ولجميع الأصدقاء. طبعا من محافظة نينوى طلبوا الأغنية الأخت وداد تهدي الأغنية إلى أسرة البرنامج وإلى الآنسة سعاد مع الود. كفاح جمعة تهدي الأغنية للأخت وفية وإلى زوجها مع الأمنيات بالسعادة، وتهديها أيضا إلى طلبة إعدادية الكحلة مع الأمنيات الحلوة. عقيل يوسف هادي يهدي الأغنية إلى سالم يوسف وإلى جميع الأهل وإلى حمدية وإلى رعد وإلى مطر وحسين من ديالة، ويهدون الأغنية إلى شادل وعادل ومحمد مع التحيات، ويسألون عن أخبار الفنان رضا الخياط فرحوا ويجاوبون. قريبا إن شاء الله راح تظهر أغاني من الحان الفنان طالب القرغلي وكلمات اشترك فيها مجموعة الشعراء كريم العراقي وداود الغنام وزامل سعيد فتاح، وهي في طريقها إليكم قريبا. طلبوا الأغنية الأخ صبيح خضير عبود من ميسان، ويهدونها إلى أم خالد وأبو خالد والأخ أبو رحيم، ويود أن يكون صديق للبرنامج. أهلا ومرحبا بكم. ناصر شهاب من ديالة يهدي الأغنية إلى حميد تائر وإلى طالب محمود وإلى ربيع حكيم وإلى عطية وإلى مثنى وإلى العزيزة أم رغد. طلبتها الأخت أمل وتهديها للوالدين وللأخوة عبد الله وكريم وأم باسم مع الشكر. وطلبها أحد أسودنا الغيارة المقاتل هاشم حسن محمد، ويهديها إلى كافة المقاتلين في القاطع الأوسط وللأخوة فليح ومحسن والأخوات نرجس ومليحة في السليمانية والأخت شغل.
الأغنية طلبها كذلك يونس محمد من نينوى ناحية زمار، ويهديها للأخوة علي شويش وأحمد ويونس مع شكرنا لما تحمل لنا من أمنيات. أغنية مهداة من منال علي من محافظة بابل إلى وحيدة أزهار إقبال رجاء حنان إيمان وجنان مع تحيات. أغنية فناننا الشاب رضا طلبها المشاهد أمير علي من محافظة بابل، ويهديها إلى الوالدين العزيزين وإلى أبو مازن أم مازن مازن ماجد منال مع التحيات لأسرة البرنامج بالنيابة عن أسرة البرنامج. شكرا. المقاتل علي عبد الله الياسري من قاطع ميسان يهدي الأغنية إلى محمد عبد كزار وحسين علوان وإلى كافة الأهل. تفضل. من أنا إيه؟ الأخت فريحة حسن تهدي الأغنية إلى الخال الغالي علي وإلى جميع الأهل والأحبة. كريم عيسى يهديها إلى الوالدين وإلى الزوجة العزيزة أم حاتم وإلى الأولاد حاتم وإلى أحمد حيدر وإلى كافة المقاتلين الرابضين على خطوط النار. بتول عزيز عبد الحسين من محافظة ميسان تهديها إلى أم علاء وأبو هيفاء وإلى سارة وإلى الأخوات فاطمة وإيمان بمناسبة خطوبتها مع التحيات. طبعا قبل أن تكمل الأخت نهلة الأسماء أحب أسأل الفنان رضا. أخ رضا، افترض أنه أنت في حفلة طلبوا منك أن تغني الآن أغنية كتبت على ورقة، كلمات الأغنية كتبت على ورقة وحطوها أمامك على هذا اللي حطون عليه النوتة ماكو استند الله يخليك. فالورقة طارت وأنت ما حافظ كلمات الأغنية، بيش حالة شو تسوي؟ ومطلوبة هاي الأغنية، لا تقول لي أغني غير أغنية. لا، الجمهور يغني هون أبو علي. شو الجمهور يغني؟ كل مفرق يعني صار ما صار. لا ما صار هاي. أنزل أجيبها. ما أجيبها، طارت واختفت بيني. تصير راكوب لو مطرب. سوي الظروف. إيه؟ اختفي يعني. إيه. أنا أكتب وبعدين وراها ما أرجع. طيب الآن ما بقت اسماء، الأخت نهلة تكمل. أغنية فنان رضا الخياط هي طير الحمام. حمام حميل لهم وياه، حمام حميل لهم وياه مرسال مرسال، الدمع بفراقهم يا ناس مرسال، مرة سأل متى يعودون مرسال مرسال، اش يصبر قلوبنا ببعاد الأحباب يا بوه يا بوه يا يا وبالله يا طير الحمام تسافر ودي لحباب السلام، وحميل بجنحك رسائل من تهاجر وللي حرمون المنام، وبالله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحباب السلام، وحميل بجنحك رسائل من تهاجر وللي حرمون المنام، وبالله يا طير الحمام وبالله يا طير الحمام. Thank you.
طير البرار اللي تغني فرح الدين يا بغنا وخذ وياك الحبيب اجمل كلام وقل ما لحظة نسى وبالله يا طير البرار اللي تغني فرح الدين يا بغنا وخذ وياك الحبيب اجمل كلام وقل ما لحظين ساعة وزايد بقلب الهيام وبالله يا طير الحمام وزايد بقلب الهيام وبالله يا طير وخلي يشوفونك حبيب وقلهم العفتو ما ناس الليالي وبعد فرقاهم غريب مر يا طاير وبسماهم ديرة ديرة خلي يشوفونك حبيب وقلهم المحبوب ما ناس الليالي وبعد فرقاهم غريب وراح من عين المنام والله يا طير الحمام وراح من عين المنام وبالله يا طير الحمام. طلب هذه الأغنية رجب خلف صالح ويهديها إلى حامد حمود خلف معيوف مع التحيات. جاسم محمد أحمد طلبها ويهديها إلى أحمد في قاطع العمارة مع التحيات. قبل أن أكمل قراءة الأسماء أحب أن أسأل الأستاذ الفنان جعفر الخفاف تفضلي عن آخر لحن لحنته. آخر لحن قلت ما يوم تنساني ممكن نسمع شوية منه بس لازم تردون وياي يعني. رد وياك الدلل بعد ما غرب شراعك
قراءة أسماء الباقين. إقبال سليم عامر تهدي الأغنية إلى زوجها مع التحيات. محمد كاظم حسن يهدي هذه الأغنية إلى الأصدقاء علي محمد يوسف وقاسم وفاضل وأياد مع الأمنيات الحلوة. يكمل الفنان صلاح. عباس طه ياسين من تلعفر يهدي الأغنية إلى أمجد إسماعيل وإلى الأستاذ خالد في ثانوية تلعفر مع التحيات. من محافظة نينوى قضاء الشرقات طلبتها عروبة تهديها إلى زوجها عامر وحكيم وإلى محمد في البصرة. سامية تهدي الأغنية إلى أسرة التلفزيون التربوي. أم حسام تهدي الأغنية إلى أبو عدنان وإلى أم عدنان وإلى ساهرة وحمدية وأياد وخلود مع التحيات. أيضا تهديها إلى أبو أحمد وأم أحمد وخولة وخلود ومحمد. وتهديها أيضا إلى أم شكرية وأبو شكرية وعلي وأحمد وإلى إبراهيم ولمياء مع التحيات. طلب الأغنية جهاد مصطفى من كربلاء يهديها للأخت العزيزة افتخار وإلى أحمد وزينب ولطيفة وإلهام وأميرة. الصديقة بشرى صابر عباس من محافظة التأميم تهدي الأغنية إلى أم عباس وأبو عباس وأبو ثامر وأم ثامر. أميرة وسميرة ووفاء وعباس مع الأمنيات الحلوة يهدين الأغنية إلى أقربائهم. حسيب يوسف السامراء يهديها إلى كل المقاتلين الرابضين على الحدود الشرقية ولا يعقوب رحيم ولا كافة الأهل والأصدقاء. سلمى الموسوي من محافظة النجف تهدي الأغنية إلى ماجدة حكمة سعاد وإلى جميع الصديقات. نوفا تهدي الأغنية إلى نايري عماد العمة وردة وإلى الخال هاجوب. أمل كاظم عطية تهديها إلى كافة الأهل والأحبة وإلى الصديقات فليحة منار شكرية وشكرية العزيزة في بغداد. من عروبة في محافظة الأنبار إلى المقاتل مطلق وإلى الأهل والأصدقاء مع الود. طلب الأغنية الصديق طالب ويهديها إلى شكرية وإلى خولة وإلى بلسم وإلى جميع الأهل والأصدقاء. الصديق أبو بشار يهديها إلى بشار مع التحيات. الصديق جمال أسعد وحكيم أسعد يهدون الأغنية إلى جميع الأهل والأحبة. رجاء نوري من نينوى تهديها إلى الأقارب كافة. نهلة مهدي تهديها إلى الصديقات أمل مها سلوى وإلى جميع الأهل والأحبة. الفنان زاهر الفهد طلب الأغنية يهديها إلى أم أحمد وإلى محمد وإلى جميع الأخوة في البصرة مع التحيات. كنعان أحمد من التأميم يهديها إلى نعمان وإلى طلعت وإلى جميع الأهل والأحبة. كاظم حمدي يهديها إلى الأصدقاء مجيد وإلى جمال المحاويل مع التحيات. عروبة تهدي الأغنية إلى مادلين وإلى فاطمة بمناسبة الزواج ألف مبروك. سميرة وانتصار ونوال ونجاة وأيسر وإلى جميع الأهل والأحبة. صبحي خلف ظاهر يهدي الأغنية إلى كافة الأهل والأصدقاء وإلى جميع محبي هذه الأغنية. إشراق علي حسين من بغداد تهدي الأغنية إلى الوالدين وإلى الأخوات أنوار أمل سمية منى مع الود. محمد عبود يهديها من محافظة الأنبار إلى الزوجة العزيزة وإلى الصديقة أوهام والخال علي إسماعيل محمد. أبو واثق وأم واثق يهدونها إلى أمل ونجلة وبلقيس وواثق. صبحي خلف ظاهر يهديها إلى كافة الأهل والأصدقاء وإلى جميع محبي الأغنية. لجميع محبي هذه الأغنية ولجميع المشاهدين نقدم وردة. Yeah.
طلبها أيضا الصديقة نضال توديها إلى إيمان وإلى الوالدة والوالد وإلى عادل في أبي غريب وإلى سمير سلمان وإلى مجيد وثائر مع التحيات. قبل أن يكمل الفنان جعفر الخفاف قراءة الأسماء أود أن يجيبني على السؤال. تفضل. أي صوت من أصوات مطربينك استطاع أن يجسد لحنك بشكل اللي أنت ترغبه؟ هي صارت لكن مو صوت يعني حالة. أحيانا الظرف يواتي بحيث يقدر يجسد مارك تاني مثلا، أحيانا لا الظرف ما يساعد أن يجسد الأغنية مثل ما أنا تصورتها، فمو الصوت يعني الظرف المحيط بالشخص يأثر بالدرجة الأولى. على أي حال أنا أكمل الأسماء. الأغنية أيضا طلبها المشاهد من محافظة بابل قضاء المسيب علاء أموري، ويهديها إلى أبو سحر وأم سحر وإلى المقاتل بدران والأخت مديحة بمناسبة النجاح وإلى كافة الأصدقاء. وكذلك طلبها المقاتل ما مكتوب اسمه مع الأسف، ومكتوب يهديها إلى الوالد والوالدة وإلى الأخ رزاق وإلى علي فليح وفاضل وجميع الأصدقاء والجيران. وطلبها عبد القادر نبيل ويهديها إلى الأخ عبد الخالق بمناسبة النجاح، الأخت بروين إلى الخال عبد الرحمن وكافة الأصدقاء بمناسبة النجاح. بالمناسبة إحنا أيضا نهني كل الناجحين ونتمنى لهم الموفقين. الصديق عبد الرزاق من نينوى يهدي الأغنية إلى ابن الأخت محمد وعبد الباسط في قاطع البصرة وإلى الأصدقاء أوهام وإسماعيل وصباح. تفضل سعد محمد. العفو. هاي الأغنية طلبها المشاهد عدنان نايف من دهوك ويوديها إلى الأصدقاء صلاح وخيري ومحمد وإلى الأهل كافة. طلبها أيضا الصديق فؤاد رزوقي من بغداد ويهديها إلى الوالد والوالدة وإلى جميع الأهل والأصدقاء مع التحيات. الصديق ياسين من النجف طلبها ويهديها إلى جمال وإلى محمود عبد الجليل وإلى فكري محمود وإلى الأخوان جمال علي وجمال عبد العزيز وحمزة طه من محافظة الأنبار. سامي جاسم من الأنبار أيضا طلبها ويهديها إلى الزوجة العزيزة أم رياض وإلى رياض وموسى وجاسم وإلى الأهل والأصدقاء مع التحيات. يتفضل الآن الأخ رضا حتى يكمل أسماء. طلب الأغنية المشاهد أيوب حسن من التأمين ويهديها لكل من حسن وشاهين وسرمت وإلى بنات الخال آفين ونجاة وشيماء وكافة الأقارب والأصدقاء. طلب أيضا الأغنية الصديقة فراح سلطان من نينوى وتهديها للوالد والوالدة والأخوات أشواق أنوار أزهار والأخوان سندباد وبسام والأخ صدام ومشتاق في قضاء زاخو. من صلاح الدين طلبها لطيف فزع ويهديها للأصدقاء حسين ياسين نوري وللمقاتلين علي وأحمد وكريم مع التحيات. الصديقة حنان عباس من بعقوبة وتهديها للوالد والوالدة ولا أحلام وابتسام وصباح وأفراح وحسين مع الأشواق. وطلب الأغنية المقاتل سالم محمود جسام وباسل ويهديها للمقاتل وسام محمود وضياء خير الله في قاطع العمارة. طلبت الأغنية لأخوة انتصار محسن وتهديها للأخوات بادرة وإيمان وتضامن ولا جميع الأصدقاء. وطلبها أيضا الحاج يوم حازم وأبو حازم وعدنان وفائزة ومنى وفارس ويهديها للخطيبين حازم وهناء مناسبة الخطوبة ألف مبروك. وطلب الأغنية جابر موسى ويهديها لأولاده علي وحيدر وعباس ونادي ولمياء وشيماء وعذراء مناسبة العيد السعيد. أغنيتنا لهذا اليوم أغنية هندية. وقبل أن نقدمها الأخت سيتا قبل لا أقدم الأغنية أحب أسألك سؤال. أفضل فيلم شفته مؤخرا؟ آخر فيلم شفته هو القط لكابان وممثل إنجليزي آخر وجميل جدا كان. آخر كتاب قرأته؟ آخر كتاب قرأته دراسة عن استراتيجية الخليج العربي. طيب شكرا جزيلا. نرجع للأسماء. محمد أحمد خلف من شارع فلسطين يهديها إلى الإخوان والأخوات بمناسبة العيد السعيد ويهديها إلى الإخوان عبد الجليل أحمد في القطر الكويتي الشقيق. تحيات من كل الجالسين هنا إلى كل المشاهدين في
القطر الكويتي الشقيق، ويهديها أيضا إلى الأخ عبد الرزاق أحمد في مستشفى النجف، والأخ عبد الله أحمد وعائلته، الأخ عبد الكريم أحمد وعائلته، وإلى الأخ المقاتل سلمان عبد وزوجته، وإلى الأخوات وداد إخلاص، وكل عام وأنتم بألف خير. تفضل أستاذ رضا. طبعا أغنيتنا لهذا اليوم هندية، بس أني والفنانين أخوتي الفنانين راح نقدمها لكم على طريقتنا الشخصية. صديق حسن هادي يهديها إلى الوالدين العزيزين وإلى الصديق خالد جبار من كلية التربية. صادق إبراهيم من بغداد يهدي هذه الأغنية إلى سمير علاء طاعها عبد الستار مع الأمنيات. سحر علي عباس تهديها إلى الوالدين العزيزين وإلى الأخت إيمان ومها سحر إحسان ومحمد مع التحيات. وحيدة مجذاب تهدي الأغنية إلى شذا وإلى الأخوة كافة والأهل والأحبة. عادل محمد طعمة من ديالة يهديها إلى الخوات نوال سعدية وإلى الأخ العزيز رعد. خولة من مدينة الشرطة في بغداد يهديها إلى ندى تغريد وأثمار وإلهام، وكتبت كلمات جميلة تشكر الأنسة ندى عليها. ماجد من دهوك يهدي الأغنية إلى جميع الأهل في محافظة دهوك وإلى هيفاء وهناء وعروبة وسمير مع التحيات. تفضل أستاذ كاظم السعدي كمل. وليد يهدي الأغنية إلى وسم غادة تغريد أياد وإلى أبويه. نجاة تهدي الأغنية إلى خطيبها محسن وإلى أخيها أياد علي صبيحة جنان. هناء تهديها إلى أم أياد تغريد بمناسبة النجاح، نقول للصديقة هناء مبروك، وإلى سناء وزوجها. رشا رحيم تهدي الأغنية إلى خالها علي عبد الحسن. تفضل أستاذ كريم. ومجموعة أخرى من الأخوة والأخوات المشاهدين الأعزاء، إبراهيم يهدي الأغنية إلى عماد، صباح، سعاد، ليلى، سعدية، فوزية مع التحيات للبرنامج. فاتن العامري تهدي الأغنية للعزيزة إيناس وأسماء والعزيز عمر وعلي وشيماء وإيمان وشذا وإلى حسين وعامر وإلى الممثلة باهرة رفعت مع التحيات. والأمنيات الحلوة من طارق عطلة ومن محافظة الأنبار، ويهديها إلى أم سحر وسحر وحلا والأهل والأصدقاء. وما أدري أخي حسين إيش عنده بعد من الأسماء. يا حسين محمد حسينيه محمد حسين أخوي صار نساعد يعني الله خليك مناقرة محمد تكمل صارتنا تكمل صارت حسين. أعزائي المشاهدين، الأغنية طلبتها هناء وتهديها طبعا هناء حسون وتهديها إلى خطيبها حازم مصطفى بمناسبة العيد السعيد. وطلبتها رشا والزينة ورؤى ويهدونها إلى ابن الخال أديب مع التحيات. الأخ فوزي من بغداد يهدي الأغنية إلى العزيزة إكرام بمناسبة العيد السعيد. طبعا الأخت إكرام في محافظة التأميم. هدى إبراهيم طلبت الأغنية وتهديها إلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا وإلى كواكب وابتهاج مع الأمنيات. نجاح إبراهيم تهدي الأغنية إلى باسم وإلى أم باسم وأبو باسم وإلى إيمان وسحر مع الأمنيات. طبعا في ذهني عدة أسئلة كان بدي أن أطرحها للأخوة الحاضرين، ووقع اختياري على الأخ الفنان صلاح عبد الغفور.
أخ صلاح لا تخاف مو محرج صلاح. أخ صلاح أنت الآن كمطرب. نعم. ما تمنيت أن تمثل؟ طبعا هاي أمنياتي وإن شاء الله تتحقق. طيب شنو هو الدور اللي راسمه في ذهنك تمثله؟ نوع الدور هو يكون بالبداية فيلم استعراض، يعني يكون غنائي إلى جانب تمثيل، يعني مو تمثيل صرف، يعني قسم غنائي وقسم تمثيل. طب أنا أعرف عنك أنه أنت تحفظ نكات هواية. نعم. فهذا يدل على أنه تحمل روح مريحة. ما تمنيت تمثل مثلا دور كوميدي؟ لا لأن ما تلائمني. ما تلائمك. طيب أنا أحكي النكتة طبعا، بس ما بالنسبة لهاي الناحية لا، أنا أفضل أن أمثل أدوار استعراضية فيها غناء أو فيها الطرح للمسرح الغنائي، وهي إن شاء الله تتحقق. طيب أخ صلاح أنت الآن موجود في استوديو 5. نعم. طلبوا منك الآن بعد انتهاء البرنامج أن تروح مثلا إلى طوكيو. نعم. وتغني بالياباني. نعم. شو راح تغني؟ أغني أغنية يابانية. إيه غني. أغني مي أتويا إيغاتوري سازوكي سازويا سامكارايو أغني نيكا نيوي. واليوم جيت اليوم اليوم مهنتك للنوم للنوم للنوم. واليوم جيت اليوم 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 مهمتك للنوم للنوم للنوم. حتى الدموع انجو بعيون من سواه، حتى الدموع انجو بعيون من سواه. طيب اخواني المشاهدين نكمل بقيه الاسماء من كركوك ذكرى احمد تهدي الاغنيه الى العزيزه وداد في بغداد والى جميع الاحبه في كركوك. الصديق عادل جاسم في البصره يهديها الى الوالد والوالده، كما طلبها الصديق فؤاد رزوقي ويهديها الى جميع الاهل والاصدقاء. الصديقه منتهى وتهديها الى الزوج العزيز في بغداد والى جميع الاهل والاحبه. الاصدقاء خليل اسماعيل وخالد في دهوك، احلام وجنان وحنان وليلى في جامع المستنصريه يهدونها الى جميع الاهل والاصدقاء. الصديقه سميره من بغداد تهديها الى طارق والى الصديقتان الى الصديقتين العفو ساجده والى والى فضيله. المشاهد عدنان جبار احب إهداء هذه المادة إلى الأهل كافة وإلى جميع الأهل والأصدقاء. عماد كاظم يهديها إلى الأصدقاء إبراهيم كريم جواد أحمد عزيز وإلى سحر وفليحة ومديحة وصبيحة. من البصرة طلبها المشاهد ضياء علي حسين ويهديها إلى الوالد والوالدة والإخوان شاكر وحسين وإلى الخال والخالة والأصدقاء عقيل وخالد وعادل وعدي. طلبها أيضا المقاتل عدنان صغير ويهديها إلى الوالد والوالدة وإلى الإخوان عادل وعلي وجميلة ونوال وماجدة وإلى جميع الأهل والأحبة. كما طلبها المقاتل عبد الله أهلال ويهديها إلى زوجته سميرة وإلى أبنائه وإلى وسن وزينب وزينة وإلى جميع الأهل بمناسبة العيد السعيد. أعزائي المشاهدين، قبل ما يقدم لنا الأخ المخرج المادة المطلوبة مثل ما طلب من عدنا الفنان محمد أغنية يابانية، فأطلب من عنده يقدم لي أشهر أغنية هو غنى. يابانية؟ لا مو يابانية، أغنية عراقية. والله هي أغنية ويلي سمسمة اللي طلعت في مسلسل محطات الذاكرة، يعني إلا هاي الأغنية؟ أي هاي. لا حافظ غير هاي. أنت تحبها أي شيء؟ غير أغنية؟ لا حافظ. لا هي هاي غنى. Thank you.
ويلي ويلي سمسمة واكلي وطعمي سمسمة ويلي ويلي سمسمة واكلي وطعمي سمسمة يا طير يلي بالسما خبر عمام كلاني وهلا هلا يا وهب سطير على الجود لا ذهب وهلا هلا يا وهب سطير على الجود لا ذهب قلوبنا الحب انكتب انا وحبيبي الاولي انا وحبيبي الاولي هاي يا سلام شكرا شكرا أعزائي المشاهدين المادة التالية مقطع من مسرحية مدرسة ما شافش حاجة مدرسة المشاغبين لا نبالغ أنا هقول لك على كل حاجة فيه تفضل إحنا كنا في زوم بتاعي حد عمل فيك حاجة يا فندم نعم حد عمل فيك حاجة وهل يكسر إن حد يعمل معايا حاجة فيهم لا لا ده أنا كنت بديهم درس في كيفية استخراج الفحم من باطن الأرض من محافظة نينوى طلب مشاهدة هذه الأغنية إدريس محمود ويهديها إلى محمد جاسم وإلى يونس حسن وحسين في محافظة نينوى مع الود انتصار أحمد صالح الداغستاني تهديها إلى سوزان إلهام شذا أزهار أنغام وإلى منتصر والوالدة العزيزة مع الأمنيات من محافظة البصرة الصديق حسين الدريدي عبيد يهدي الأغنية إلى نزار وإلى جميع الأهل في حي الطليعة وإلى الأخ حسن محمد مع التحيات من محافظة نينوى طلب الأغنية سمير محمد عبد القادر ويهديها إلى عامر شذا رجب وكافة الأصدقاء في كلية الآداب في الموصل نجاح عبد الجبار طلبت الأغنية وتهديها إلى أمها وإلى أبيها المقاتل عبد الجبار مصطفى وإلى العائلة إذا تسمح أستاذ تفضلي من تتصور أحسن هداف كلاعب كرة قدم بالعراق كلاعب كرة قدم نعم محمد حسين عبد الر وحضرتك الجولشي طيب أجمل قصيدة كتبتها وغنوها يعني غنوها وبعدها الآن ما غنت لا غنوها غنوها نعم يعني الناس سامعينها أغنية ثنائية نحب لو ما نحب شكرا جزيلا هذا تحيز لأنه يعني بيها لقدسيتها لا بس أنا هاي مجاملة أنا أشعر لأنه هي تمثل يعني الأغنية المتفائلة والأغنية المستقبلية برأيي يعني مو مجاملة؟ لا لا مستحيل يعني مو مجاملة؟ لا لا مستحيل يعني مو مجاملة؟ لا لا مستحيل تسلم نرجع إلى الأسماء وطالبي الأغنية المشاهد ماهر خضير من نينوى طلب الأغنية أيضا ويهديها إلى إبراهيم وإلى أخيه خليل وإلى عبد الغني أديب جعفر من بغداد يهدي الأغنية إلى عمه جمال الخفاق صلاح يهدي الأغنية إلى أبو عقيل وإلى راسل حسام وإلى ابتسام وباسل وضفاف كريم العراقي يكمل ما تبقى أعزائي المشاهدين هناك باقة من الرسائل مرفقة بالتهاني والتبريكات وهي من المشاهدين سعدون صالح محافظة ميسان يهدي الأغنية إلى الوالد والوالدة وإلى الأخ المقاتل مهدي صالح في قاطع البصرة والأخت ابتسام وإلى سامي وصلاح وأسرة البرنامج يهديها المقاتل إبراهيم حسين الجابري إلى جميع الأهل وإلى طلاب الآداب قسم اللغة العربية حسين عبد القادر طلب الأغنية يهديها إلى خضير إبراهيم غانم وسام ومن حيدر وعلاء حمد يهدونها إلى أبو نصير والعائلة الأغنية مهداة من صلاح صلاح عبد الغفور يهدي الأغنية إلى أصدقائه في ناحية السعدية وإلى أبو عقيل وأم عقيل وإلى نصير أبو فاضل أم فاضل أبو ماهر أم ماهر وإلى سرمد وسرمد وأبو هند وأم هند إن شاء الله سمعوا لك الرسالة من أربيل موفق يهدي الأغنية إلى جنان وإلى الأهل والأصدقاء كافة مع باقة زهور عطرة ويتمنى للبرنامج الاستمرار وإحنا أيضا نتمنى ذلك سليمان إسماعيل يهديها إلى داود وإلى الصديقة باسمة مع الأمنيات
ويهديها إلى طلبة معهد الفنون الجميلة. شكرا باعتباري طالبة بمعهد الفنون. والخاطرة اللي كتبتها الصديقة جميلة، لكن وقت البرنامج ما يسمح. من المحاويل نجم عبيد حسين، يهديها إلى ماجد محمد فؤاد توفيق وعبد الكريم في البصرة مع باقة ورد عطرة، ويكمل الفنان رضا بقية الرسائل. طلبها عادل خليف عواد من نينوى أيضا، يهدي هذه الأغنية لحسين وخالد وإبراهيم ولا جميع الأهل والأحبة. محمود عمر محمد صالح طلب الأغنية ويهديها إلى الوالد والوالدة وإلى فاطمة وعائشة ولا جميع الأهل والأحبة. لطيف من محافظة البصرة يهدي الأغنية إلى صالح أبو ذكرى ولا الأخ أبو غفران ومؤيد مع التحيات. طلبها الأخ مهدي عبد الكاظم ويهديها إلى والده في قضاء الحي ولا جميع الأصدقاء هناك. شنار سليمان من نينوى تهدي الأغنية للأخ أحمد هادي وفاتن وشيرين وشهريار. طبعا قبل أن أقرأ الأخوة طالبين الأغنية، ارتسم في ذهني الآن سؤال أرد وجهه للأخت سياتة. أخت سياتة، طبعا إحنا نعرف أنه حضرتك مثلت في مسلسلات وتمثيليات. نعم. طيب أكيد يعني إذا مثلا إجاك عرض لفيلم مثلا تمثلين بطولة فيلم مع الفنان فريد شوقي مثلا، نعم، وانت طبعا وشيتي على بالفيلم على فريد شوقي باعتباره مثلا قد يكون مثلا في الانسان شرير بالفيلم، والفنان فريد شوقي عرف انه حضرتك اللي وشيتي عليه، يجمعكم المخرج في لقطه، هاي اللقطه الفنان فريد شوقي يضربك 3 بوكسات، نعم، وأصر المخرج إصرار، وعندما يصر المخرج لا جدال مع المخرج لأنه قناعة المخرج، نعم، أن تنضربين هاي 3 بوكسات بشكل حقيقي. نعم. فشنو رأيك؟ ترفضين العرض أو تتحملين 3 بوكسات وتدرين 3 بوكسات من والله إذا كان المخرج أو السيناريو بي من القوة بحيث يتحمل أنه أنضرب 3 بوكسات، وإذا كان يخدم المشاهد فعلا، يعني الحدث كان يخدم المشاهد انه انضرب 3 ضربات حتى يوصل شيء حقيقي للمشاهد يستفاد منه، فاتمنى انضرب. بس اذا كان العمل تجاري فاني اساسا ارفضه، فليش انضرب؟ الفنان صلاح عبد الغفور غنانا بالياباني، نعم. انت ايش راح تغنيني؟ هم بالياباني؟ كيفك؟ غني بيا لغه تعجب شاني. You go away on a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird song. If you go away, if you go away. عندما تطل يا حبيبي ترفرف الورود للقاء، عندما تطل يا حبيبي تغمرني الأحلام والضياء، عندما تطل حبيبي ترفرف الورود للقاء، عندما تطل يا حبيبي تغمرني الأحلام والضياء. وعندما تطل تغمرني الأحلام.
زوجة أم زياد، الأخ أبو علي، وإلى ثامر، وإلى كافة مقاتلي قوة حطين البطلة. طلبها الصديق حمزة هادي ويهديها إلى الوالد والوالدة وإلى الخطيبة العزيزة وإلى كافة الأصدقاء مع التحيات. المقاتل موفق سليم يهديها إلى كافة المقاتلين في قاطع ميسان، وإلى الوالد والوالدة والأخوات أم رنا أم وسام، وإلى الخطيبة العزيزة سعاد. طلبتها زينب من محافظة بابل وتهديها إلى الوالدة والوالد، وإلى الأخوات وفاء، هيفاء، مريم وتمييز، وإلى الصديقات في تربية بابل قسم الطابعة، وإلى حنان ونوال في بغداد. طلبها الصديق شوقي صالح ويهديها بدوره إلى الصديق المقاتل حسين في قطع البصرة، وإلى رحمن وماجد مع التحيات. الأغنية أيضا طلبتها المشاهدة إخلاص صليوة وتهديها إلى زوجها متي، وإلى الوالد والوالدة، وإلى الصديقات جولين وليلى وفاطمة وسعاد وهيفاء وثامرة وصبيحة، وإلى رعد وكمان. وطلب الأغنية المقاتلون عبد الرضا حميد من محافظة واسط، وعزيز جبار من المثنى، وعلي نعمة من كربلاء، ويونس أحمد من نينوى، وعبد الرحمن علوان من ديالة، ويهدونها إلى جميع الأهل والأصدقاء. طلبت الأغنية أحلام وتهديها إلى فائزة وسناء وأديبة بمناسبة النجاح، وطلبتها كذلك المشاهدة زكية عبد محمد وتهديها إلى الوالد والوالدة، وإلى أم نجاح وأم سماهر، وإلى أم زكريا، وإلى أم حيدر، وإلى أبو وصفي. من محافظة نينوى طلب مشاهدة هذه الأغنية المشاهد ذاكر محمد خليل، ويهديها إلى إلهام وإلى كافة الأهل والأصدقاء، ويهدون الأغنية إلى أسرة البرنامج مع التحيات. فداء عبد محمد من محافظة القادسية تهدي الأغنية إلى ناطق وإلى مها وإلى جنان وإلى سميرة مع التحيات. كنعان جميل أعطيه يهدي الأغنية إلى خليل إبراهيم في قاطع البصرة، وإلى فتاح محمود وغزوان مع التحيات. رزاق حسين يهديها إلى هناء صباح بمناسبة زفافها، وإلى سعد على ثامر مع الأمنيات. هناء فاضل من كركوك تهديها إلى الأخت عالية مع زوجها عصام، وإلى الوالد والوالدة مع الأمنيات الحلوة. رسالة مشتركة من ثلاث مقاتلين هم جبار محمد سعيد، والمقاتل محمد ناصر، والمقاتل نبيل عبد اللطيف، يهدون الأغنية إلى المقاتلين سعد وعناد وفيصل، وإلى كافة المقاتلين في قاطع ميسان. هديل حسن من محافظة بغداد، من محافظة النجف، تهديها إلى أم حسين وأبو حسين وأم بيان وأبو بيان والخالة أم نبيل مع الأمنيات. حمزة عبيد من قضاء المحاويل طلب الأغنية ويهديها إلى سعدون، حمزة حسين، وعلي هادي. ليلى كاظم من بغداد تهديها إلى وطف فوزي. طلبها الصديق أحمد حسين من بغداد ويهديها إلى الخطيبة العزيزة مريم في مدينة السلام مع أحلى الأمنيات. مبروك الخطوبة. ثروة حسن من السليمانية يهدي الأغنية إلى محمد شهاب والأصدقاء كافة. عمر سلمان يهديها إلى الأخت حليمة، وإلى عثمان، وإلى عبد الله مع التحيات. أبو حسن يهديها إلى محسن في بغداد العمارات السكنية. أبو وفاء يهديها إلى موفاء وإلى سناء وإلى جميع الأهل والأحبة. غيداء من محافظة التأميم تهديها إلى جميع الصديقات وإلى الأهل والأحبة مع التحيات. سمر عباس من كربلاء تهدي الأغنية إلى أم غيداء وإلى أم عبير وإلى الوالدة الحبيبة وإلى جميع الأهل والأصدقاء. أعزائي المشاهدين، إلى الذين سيتزوجون في العيد وبعد العيد نقدم بدنا نتجوز على العيد. بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد. شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد. شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد. وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد. شبعنا عزوبي وغيري وصار ومواعيد. شبعنا عزوبي وغيري وصار ومواعيد.
قبل أن نختتم البرنامج نتقدم بالشكر إلى الفنانين الذين شاركوا بتقديم الحلقة. شكرا. ومحبتك بالقلب.